حلت ناس على كتير انا عاوز فلوس يا موتها يا غير فلوسي يا موتها يا روح. قعدنا فين نعرف فين خمس ست ايام ولا اكتر لما قلنا الشقه ايه قالوا شقه يوم الثلاث. فهو ما تعب لما تعب انا قعدت مع ابني خفت على ابني يروح مني لما ربنا نبغاه وحاول حش حش راح بقى امبارح ايه عاوز يهددني عاوز يعمل حاجه عاوز يخبطك خبطه ما عاوز ايه يفض العمل. لا اهلها كتير وناسها كتير فخاف فلما خاف قام غاب نفسه قام غاب فجيته غاي عند الجامع هم ايه كانت بلغه فيه قام حنا سكنوا عند عند كمان بالليل وخلوه ايه الوقت وتحبس الوقت. طب يا حاج عوض إيه ابنك يعني انت ابنك يعني يعتبر انت اتغدر بيه وكده انت يعني بتطالب ايه او عاوز ايه يعني؟ يطلع بس بالسلام. اه مش بس يطلع بالسلام. طبعا البنت ما اتصابتش ولا حاجه وما حصلش اي حاجه يعني ولا فيها صبر ولا فيها اي حاجه الوقت وصلت لها. انت يا حاج عوض ما حاولتش تنبهه ياخد باله ان هو يعني ما يضيعش مستقبله عشان واحد يا ابني في داهيه يا ابني قال لي حق فلوس قلت له اللي راح راح في داهيه يا ابني فرق اللي شيء انا ناقص فلوس قعدت انا وياه لما انه وراح لما امبارح بس كنت